لا تنتصر ضد الفوضى إلا مؤسسة عسكرية قوية. هذا ما تحاول مأرب تصديره اليوم، وهي تعمل على إعادة تجميع صفوف الجيش والأجهزة الأمنية والقوات الخاصة، ليكون المشهد اليوم من مأرب المؤسسة العسكرية رويداً رويداً تستعيد عافيتها فتخطو كمن يسير في حقل ألغام شاسع، إذ تتقاسم المهام بين القتال في جبهات صرواح، ويمضي جزء كبير من هذه القوات بالانخراط في التدريب وإعادة التأهيل، بينما يتحمل فريق ثالث من هؤلاء عناء حفظ الأمن في المحافظة. إن المؤسسات الدفاعية والأمنية تمثل الضامن الرئيسي للوطن والسياج المنيع لحفظ استقرار اليمن وأمنه وتنميته الشاملة، ويجب الحفاظ عليها كمؤسسة وطنية خالصة متجردة. وهل تحتاج المحافظات التي تخضع لسلطة الشرعية كمأرب سوى لهذه الأجهزة لتكتمل روح الدولة وتحضر فيها ويسود الأمن؟ تخرج دفعة جديدة من القوات الخاصة التي أخذت على عاتقها تدريبات مكثفة خلال الأشهر الماضية هو في الأساس خوض مركز في الإسهام بشكل رئيسي لاستعادة الدولة، الذي يبلغ ذروته مع تدفق مثل هذه المشاهد. 500 فرد هو قوام الدفعة الجديدة ستتولى مهامها في سلم تحقيق الأمن وتوفير الحماية الخاصة للمؤسسات، خصوصا وأن مأرب تزخر بقطاعات واسعة من موارد البلاد كالنفط والغاز، وفيها تقع المحطة الكهربائية الأكبر. خسرت الميليشيا معركتها في مأرب، كان أغلب هؤلاء المنضوين في صفوف الجيش أفراداً في المقاومة الشعبية، والآن يجري إعادة ترتيبهم ضمن قوام المؤسسة العسكرية الفاعلة وفق أسس ومعايير الولاء الوطني، وهي جهود تحسب للسلطة المحلية في المحافظة والحكومة الشرعية، وتلقى استحساناً بالغاً في طريق استعادة الدولة مجتمعة.